أحبتي المشاهدين، نتواصل وإياكم هذه التغطية في طريق يا حسين بين النجف وكربلاء من قنوات الإمام الحسين الفضائية الأولى والثانية والثالثة، وها نحن من القناة الثانية نلتقي بالسائرين إلى كربلاء الشهادة ومع الزائر. عظم الله أجرك. عظم الله لكم الأجر. السلام على زوار الحسين. السلام على الحسين وعلى العقيلة زينب الغريبة. أهلا وسهلا بكم أستاذ. موفقين إن شاء الله. إحنا نريد تقدم لنا شيء في هذا الطريق وللسائرين تقرأنا. أنا خادم رسالة طبعا هي لأعداء زينب، أقول بها زينب اسم دولة وعلم مهيوب، يوم الطف خدرها شلون ينشال. سمحهم. زينب اسم دولة وعلم مهيوب، يوم الطف خدرها شلون ينشال، ولأن اسم العلم بالضمة مرفوع ضمت روحها حتى على الخيال. الله. كان ببالكم يحنيها المصاب، ووقفت على المصايب ووقفت جبال. الله. زينب عاطفية وتنحن بساع بس وقت الازمات تضلوع تمثال. الله الله. شلون تطيح زينب شايلة الدين، جرد محتواها تطيح الاشكال. الله. المضيف اش كثر عالو ينحلف بيه، تريده يطيح وخر عنا الادلال. وذا صلت جلوس بليل عاشور، السبب مو ضعف واضح للي يفهمون. صلاة الليل من المستحبات. الله. ووصيت حسين واجب وانتو تدرون. وصاها بحضنها تنوم الاطفال وما قامت لان خافت يفزون. الله. شبعتوها هضم وانظلمت هواي، اكتبوها انسبت بس لا تزودون. راس حسين عتها وراس عباس. الله. مدنق راسها بيا حق تقولون. الله. رجعت رافعت لثروس مو راس زينب. ما تدنق لا تكفرون. الله. الشرف وحدة قياس الشيلة معروف. إذا عدكم ثبت للشرف قانون. وشيلة الزينب أطهر شيلة بالكون. الله. إذا مو بيها جابي من تقيسون. الله. فرق بين التهز متون والطيح، وبين من شرفها الطيح المتون. إش كثر حاولت تشيل الزينة بتميل، علم لبسها كل ظنكم تقدرون، وعليها مخلي شف عباس شلاب تطير رقابكم كل ما تجربون. لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. وتستمر المسيرة ويستمر الزحف المليوني صوب كربلاء الشهادة، ونلتقي ونتواصل معكم أحبة المشاهدين مع السائرين إلى كربلاء الشهادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر. أجرنا وأجركم إن شاء الله، أحسن الله عزانا وعزاكم. خادم الحسين قالوا رادود. إن شاء الله رادود محمد المالكي خادم الحسين وخادمكم. إن شاء الله. هذه قصيدة إلى الحسين عليه السلام، إلى أحباب الحسين مجانين الحسين، إلى الشاعر كامل السعيدي. والله حب حسيني مجنون مخليني، والله حب حسيني مجنون مخليني، حب أبو الأكبر فرض كلكم تعرفونه، واللي ينكر هالأمر باكر يعذبونه، واللي ينكر هالأمر باكر يعذبونه. حسين آيات الحمد، حسين آيات الحمد بالصحف يقرونه، ناذر صلى زحيف رغم اللي عادونه، ناذر صلى زحيف رغم اللي عادونه. وحدة ساكن عيني مجنون مخليني، وحدة ساكن عيني مجنون مخليني، والله والله حب حسيني مجنون مخليني، والله حب حسيني. كل سنة قصد لمشي بيدي شايل راية،
كل سنة قصد لا ماشي بيدي شايل راية واسمي هو يسجله بدفتر المشاية واسمي هو يسجله بدفتر المشاية ما أبدل هالطبع واعتني عناية ما أبدل هالطبع واعتني عناية حبه يمحي للذنب والذنوب هواية حبه يمحي للذنب والذنوب الله خدمته تسجيني خدمته تنجيني مجنون مخليني مجنون والله 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 حب حسيني مجنون مخليني والله حب مجنون هذا درب المغفرة عنا ما يمنعونا داعش بزود الحشد والله نعم عيونا هذا درب المغفرة عنا ما يمنعونا داعش بزود الحشد والله نعم عيونا احنا شيعة ومن قبل بالوفا يعرفونا احنا شيعة ومن قبل بالوفا يعرفونا جفوف قدمنا ونحر غير اللي فجرونا جفوف قدمنا ونحر غير اللي فجرونا فدوى لجل سنيني مجنون مخليني فدوى لجل سنيني مجنون مخل كل سنة يزود العدد يا كثر خطارة كل سنة يزود العدد يا كثر خطارة والمواكب تنصب تخدم بزوارة والمواكب تنصب تخدم حسين سر المصطفى ما عرفنا سراره حسين سر المصطفى ما عرفنا سراره اي منا تاخذ حاجتك لو وقفت بداره منا تاخذ حاجتك لو وقفت بداره اطلب وينطيني مجنون مخليني اطلب وينطيني مجنون فجروا بنش كثر والله ما ردي انا حسين هو المعتقد خدمته تعلينا فجروا بنش كثر والله ما ردي انا حسين هو المعتقد خدمته تعلينا ما نفكر بالتعب تعودت رجلينا ما نفكر بالتعب تعودت جينا نزحف للصحن كربلا اشتاقينا جينا نزحف للصحن كربلا حسين فكر وديني مجنون مخليني حسين فكر وديني مجنون مخليني لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا مظلوم لبيك يا مظلوم لبيك يا عطشان لبيك يا عطشان لبيك يا شهيد لبيك يا شهيد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ويبقى شعار محبي أهل البيت عليهم السلام وجميع أحرار العالم لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين نتواصل وإياكم وهذه التغطية لقناة الإمام الحسين الثانية ومع السائرين إلى كربلاء الشهادة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جانا من البصرة مشي والآن خدمة مستمرة والحمد لله والجو طبيعي وأمان والحمد لله وشكر وهاي الله يديمها علينا إن شاء الله نعمة لا مستحيل أتوقف مستحيل ما دام الحسين موجود عندنا نمشي ما دام صالح عبد السيد من البصرة وين بالبصرة بالفاو اشكرك رحم الله والديك هاي هوسه هاي هوسه اللي تسوي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعزي صاحب العصر والزمان قائم آل محمد بمصاب جده الحسين عليه السلام واخيها بالفضل العباس والحوراء زينب عليها السلام بطلة كربلاء انا
زائر من مدينة البصرة بمغصر، ومن مغصر جت لهنا المواكب عامرة بفضل الله وبالسجاد وسفرة أبا عبد الله على مدى العصور، فكذب الموت فالحسين مخلدوا. انت ما حتصورك تطعم يتيم، لا جرايد نشرتك تس الثياب، لا جرايد نشرتك تس الثياب، انت الله يدري وشفك ويدري النقاب، البيتراب وما جاي يستئيد، يعني ما حد رايده وبي شي عاب، وانت يا ابو تراب سر محبتك يكنن بهذا التراب، وكون شاغل كرسي مو مشغول بيه، مو فقط يمل النصاب، الله لنطل يحبونك جنان، لازم نطل ما يحبونك عذاب، زايرينك ونعرف لون الغباب، وحتى لو تيهنا هم نسأل عليك، ماكو مثلك حيدر وصاحب مصاب، هالحي والميت كلها الطوف عليه، الحي والميت كلها الطوف. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هوسه بحق العباس، ان شاء الله يحفظ الكل والشيعه بخصوص الشيعه. انا جاي من ايران منطقه عبادان ومشايه من الخضر، ان شاء الله سنتي الجايه نطلع من بيوتنا. قالوا فرغ جوده وطاح، قالوا طاحت جفوفه، قالوا فرغ جوده وطاح، قالوا طاحت جفوفه، ذاك هو الضريح اللي كان مشرع البيبان، وانشد ياهو رد خالي من ضيوفه، وهاي هي المضايف تنشد من الجود، ترى والعباس ما ينقطع معروفه. عاجد ديواني يا ابن البدويه، عاجد ديواني يا ابن البدويه، عاجد ديواني يا ابن البدويه، عاجد ديواني يا ابن البدويه. عمو كل راية، عمو كل راية تسمى راية وينحلف بيها، عمو كل راية راية وتسمى وينحلف بيها، بس شالها العباس، بس شالها العباس، راية وراية سميها، لذلك لذلك كان حق حسين للعباس ينطيها، وطاه الشف يسوى الراية، وطاه الشف يسوى الراية، وطاه الشف يطاه الشف يسوى الراية، وطاه الشف يسوى الراية، وطاه الشف. أجورنا وأجوركم ولنا ولكم إن شاء الله لك الأجر ولجميع زوار الحسين أبا عبد الله الحسين. من جيتك؟ من مدينة الأهواز دولة الإيران. موفقين، حسيتوا بتعب بالطريق؟ شون الطريق السنة؟ الزوار عددهم؟ الخدمة شون هي؟ الحمد لله رب العالمين، بركات الحسين سلام الله عليه وأخيه أبي الفضل عباس ما يخلي أحد من الزوار يتعب، ما يخلي نواقص موجودة، والحمد لله جميع الإيرانية جميع الدول خاصة من ضيف وضيافة دولة العراق خدام الزوار نتشكر جميعا، وهاي بركة من حسين ابن علي عليه أفضل الصلاة والسلام وأخيه أبي الفضل عباس، وإن شاء الله ونقول لبيك يا حسين.